عايز أكد مرة تانية إن إحنا عندنا في خط ساخن خاص بالبرنامج رقمه 16450. 16450 ده خط ساخن بالمجان، أي حد عايز يتصل بالبرنامج ممكن يتصل بالبرنامج من خلال الخط الساخن. الخط شغال طول الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء ما عدا يوم الجمعة. فأرجو لو في أي حد عنده أي مشكلة مرضية إنسانية اجتماعية في إطار الخدمات اللي احنا بنقدمها وطبقا للضوابط اللي احنا بنشتغل من خلالها يتصل بالكول سنتر بتاع البرنامج 16450. وعندكم برضو هتنزل على الشاشة دلوقتي أرقام التبرع لصالح مؤسسة واحد من الناس الخيرية، رقم الحساب 35636 وأسماء البنوك المعتمدة موجود دلوقتي على الشاشة. أيضا قدامكم أرقام التليفونات المحمولة الخاصة بفريق عمل البرنامج ورقم التليفون الخاص بالأس أم أس بتاعي بخلاف موقعي على الإنترنت www.amrelisi.com أو الإيميل بتاعي amrelisi@hotmail.com أو على تويتر. ووصلنا لفقرة الحالات الإنسانية، والحالة النهاردة للطفلة جنى أحمد من اسكندرية. طفلة عمرها 3 سنين مصابة منذ ولادتها بفقدان السمع والكلام. جانا طفلة جميلة وذكية، لكن فقدانها للسمع جعلها غير قادرة على انها تتواصل مع الاخرين. تعالوا نشوف حال جانا ايه. جانا عندها 3 سنين، واكتشفنا ان هي ما بتسمعش لما كان عندها سنة، فما بتتكلمش زي الاطفال اللي في سنها. هي طبيعية في كل حاجة بس الكلام ما بتتكلمش. فما رحت الدكتور انف واذن، بحسب ان الموضوع يعني بسيط، مية او اي حاجة زي كده. فقال لي لا، المفروض ان انت تروحي لدكتور سمع واتزان. فروحنا لدكتور سمع واتزان، قال لي هي عندها مية. فبحسب برضو مش ان الموضوع موضوع مية وخلاص. فلما نشف موضوع المية وعمل لها رسم السمع، قال ان هي مولودة كده وعندها ضعف سمع شديد ولازم تلبس السماعة. فلبست السماعة، بقى لها دلوقتي سنتين لابسة السماعة، سمعت التأمين ما جابتش معاها اي نتيجة. وبقى لها سنتين بتعمل تخاطب ولابسة السماعة مفيش اي نتيجة. في الاخر قالوا ان هي ايه، محتاجة زرع قوقعة، لان لما تقعد سنتين في التخاطب مفيش اي نتيجة لازم عملية. العملية محتاجة 100,000 والتأمين 110، والتأمين هيشيل 45 واحنا 65. دلوقتي مطلوبها الشيك وصل فعلا هنا اسكندرية، ودلوقتي عايزين 65,000. فالمبلغ كبير قوي، فاحنا مش مقدرتنا ان احنا نعمل لها العملية بسبب المبلغ دوت. وحتى انا رحت جمعيات وكده، فما كل قال هنتصل بيكم، مفيش حد بينفذ اي حاجة. بس هي تتكلم تبقى طبيعية، لان هي المفروض ان هي عندها 3 سنين هتكون في حضانه وبتتكلم وبتكتب. فهي حتى لما بتلاقي عيال بتكتب وكده نفسها ان هي تكتب زيهم وتتكلم وتبقى طفله طبيعيه، لان هي ما عندهاش اي اعاقه غير هو السمع. ف نفسي ان هي تتكلم وتقول ماما وتقول يا مصطفى وتنادي وتبقى ما عندهاش اي مشكله. زي ما شفنا جنى حالتها صعبة، وكل أمل والدتها أنها تبقى طفلة طبيعية وتقدر تتواصل مع اللي حواليها. وعلاجها هو إجراء زراعة قوقعة بتكلفة 110,000 جنيه، هيتكفل التأمين الصحي ب 45,000 جنيه. ياريت أهل الخير يقدروا يساعدوها في تكملة المبلغ.